مساء الخير على كل مشاهدينا في مصر وخارج مصر، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في أمل، كل عام وأنتم في أفضل وفي أحسن حال. وبنقاوم الصعاب عشان نحقق أحلامنا وأمنياتنا. رمضان السنة دي ناقص عليه بكرة إن شاء الله، غالبا هيبقى رمضان أو الجمعة، لسه هنشوف كلنا مع بعض المفتي النهاردة. إحنا بنستناه من السنة للسنة، بنستنى كل حاجة بتحصل فيه وكل تفاصيله، من صيام وصبر وحالة روحانية، وحتى وصلنا للحظة الفطار مع الأهل واللمة والصحاب مش هنشوفها في الشوارع السنة دي بسبب الحظر، لكن أكيد هتكون اللمة مع العيلة ونفطر مع بعض الكنافة بالقشطة والقطايف، ونستنى صلاة التراويح والاعتكاف في المساجد، ونختم المصحف بإذن الله مع بعض. بس السنة دي رمضان جاي مختلف شوية، تعالوا نبعد شوية عن كل اللي بيشغلنا، ونستغل قعدتنا في البيت إننا نقرب من ربنا. يلا نستمتع بطقوس رمضان بشكل تاني، نجتمع في الطاعة والصيام اللي بيعلي الطاقة الإيمانية. هنبعد عن الدوشة والزحمة والمواصلات في الحر والصيام، مفيش امتحانات ولا مدارس ولا جامعات. تعالوا نقعد مع بعض نستمتع بالفطار والصلاة والدعاء. رمضان شهر الطاعات وشهر البركة، علشان كده لازم ما نضيعش يوم إلا في رضا ربنا. وبيتنا هيكون كله بركة، يلا نزين بيوتنا ونشوف صورنا وإحنا صغيرين ونضحك على نفسنا. اعمل كوباية شاي بعد الفطار وإنت قاعد في البلكونة ومعاها الكنافة بالقشطة والقطايف والحلويات. اتكلم مع أهلك وقرايبك وصحابك وحبايبك كلمة من القلب فيها طاقة ومحبة وسلام. حياتنا فيها حاجات حلوة كتير، تعالوا نكتشفها ونستغل الأوضاع السلبية اللي بنمر بيها ونبدلها بالإيجابيات اللي جوانا. رمضان نور على المآذن ونور في القلوب، وإن كان العمر كله للجسم فهذا الشهر للروح. انتظرونا فقرة مميزة جدا بعد الفاصل، وعن أزمة نقابة المحامين في ظل فيروس الكورونا. فاصل بسيط ونرجع لكم تاني.